أكيد. إنه في الانترو قلت إن مقولة الأهلي جاي من بعيد دي مش شايفها صحيحة، لأن الأهلي كان عنده مؤجلات كتير جدا، وأنت عارف بقى الناس بقى بتتصيد أخطاء، بيصوروا الأهلي في المركز الأخير والأهلي عنده 12 مباراة مؤجلة. شايف إن هو فعلا الأهلي جه من بعيد، ولا الأهلي لعب ماتشاته والدوري كان ماشي باستثناء المؤجلات؟ هو زي ما أنت بتتكلم كده، الناس كانت شايفة عشان الأهلي من بعيد يعني عدد النقط بتاعته قليل جدا، لكن الناس لازم تبقى عارفه اللي هو عنده ماتشات. لما لعب المباريات بتاعته كل المؤجلات وكسبها بشكل كويس، فده الطبيعي بتاعه، فاهم؟ هو لو كان لعب كده من الاول كان اعتقد ان الوضع هيختلف تماما، بس هو حظه طبعا عشان كان كذا بطوله وافريقيا، بطوله عربيه، بطوله عربيه وافريقيا، فالحاجات دي كلها كانت بتاخره. لكن لما ركز في الدوري ولعب مشي بشكل كويس، وده الطبيعي بتاعه، يعني ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي في الترتيب. زي ما الشريف قال، يمكن المباراه دي اللي فاضله للنادي الاهلي دي اعتقد اللي هي هتفرق معاه بشكل كبير جدا. ولو كسب ان شاء الله يوم السبت، يمكن زي ما انا قلت قبل كده وكنا لسه بنتكلم قبل الهوا، اللي طول عمر النادي الاهلي معود جماهيره طالما بيركب اول بلغه الكوره يعني ما بينزلش تاني. ده في وجهه نظري يعني، والناس كلها عارفه كده. طالما الاهلي يعني اعتلى صدارة الدوري، اعتقد ان هو مش هينزل تاني ومش هيفرط فيها.